عليكم ورحمة الله وبركاته، رجع لكم من جديد في الجزء الثاني من حلقتنا من The 100 Baby Challenge. طبعا في هالحلقة جبت اثنين زيادة للبيت، واحد فيهم كان الفوتوغرافر و الدي جي. طبعا هذه البنت اللي هي الدي جي، والولد اللي هو اقصد الولد هو الدي جي والبنت هي الفوتوغرافر. طبعا سويت هالشي عشان بعدين ما يصير عندنا مشاكل ان دي جي ما جاء ولا ما في احد يصورهم ولا شيء، فقررت اني احطهم في البيت معانا عشان نقدر نسوي ذا الشيء وما يحتاج ان نحاس واجد، وبعدها بطلعهم. ما ادري ليه مفسخ كذا الحين، يعني البس عيب. طبعا مو بنالي مسويه ملابسه، تعرفون هالشيء. وهذولي اللي قلت لكم عنهم، الاثنين اللي بيشاركونا في الحفلة. الحفلة المفروض انها تتسوى قبل يومين، بس بنسويها اليوم. طبعا زي ما انتم عارفين جمعت 52,000. كل ما تتركوني فترة لازم تلقوني مجمعة فلوس، والله ما غش ابدا ابدا، اخلي ليلة كل يوم ترسم وطلع لنا الفلوس. هذا المكان حق الحفلة، ما أدري قد وريتكم إياه أو ما وريتكم إياه، وبخلي ليلى الحين تسوي الكيك عشان خلاص تروح تتجهز وكذا، وما يجي بعدين تكون ما خلصتها. ليلى المسكينة، أحد يقوم أحد من البرثدي حقه ويقول له سوي كيكتك، يعني ما أدري أنا وش موقفي، بس هذه هي اللعبة خلاص. يعني ليلى لازم تتعودين. من بعد بخليها تسوي أكل قبل ما تسوي الكيك، فزي ما أنتوا شايفين الحين خليتها تطبخ. وصراحة أنا ما عرفتها وهي تسوي ذا المهارات ليلى، يعني ما توقعتها كذا بروفيشنال وهي تطبخ. بخليها تطبخ الطبخة الثانية. طبعا بخليها زي ما قلت لكم تطبخ كم طبخة ونرجع بعدها يمكن نسرع الطبخات. اوكي هذا هو المكان، الجهز خلاص، حتى الكيك حطيتها في الطاولة اللي برا، بس يجون الصغار من المدرسة نبدأ الحفلة. وبحاول اني اكلم حق الحفلة. طبعا في شيء مرة قهرني على الحفلات، الحفلات مرة تخلص بسرعة وانا ما ابغاها تخلص كذا بسرعة. فاللي عنده مقترح او مود او اي شيء يمدينا نسويه بعدين عشان الحفلات الجاية يقول لي، لأن الحفلات مرة مرة قصيرة ومرة تنرفزني هالنقطة. طبعا الحين قاعدين نسوي بروفا للحفلة، الدي جي خليته يبدأ في الدي جيينج، وليلى شكلها ودها تروح ترقص تجرب المكان كويس ولا مو كويس، ما أدري وش الوضع صراحة. بس بسوي الحفلة بازم الناس الحين، فلازم أروح أكلم. كذا بدت الحفلة، إن شاء الله تكون حفلة كويسة. مرة مرة ما لي خلق أعيد. المكان جاهز وبقي ليلى تلبس وشوف اللبس حقها. اللبس حقها مرة مرة كيوت، طبعا مو بهذا الأسود، لا ما أبغى، أبغى تغيره، استنى شوي خليها تغيره. واللبس مرة مرة عجبني، لو سمحتوا لا أحد يطنز عليه لو سمحتوا. اوكي ترى ليلى عندها 5 لبوس للحفلات، لبوس مو بالملابس. فهذا هو، بس خليه يتحمل في اللعبة. اللعبة تعلق شوي، كثير يسألون عن اللعبة ليه تعلق شوي، لأن في مليون برنامج جالس يشتغل واللعبة تشتغل، وأصلا اللعبة خلقة ثقيلة عشان كذا مثقلة على اللعبة الأشياء اللي تسجل، صايرة اللعبة شوي بطيء. لونا نستنى ليلى، نبغاها تغير ملابسها. اخي بثرة جالسة ترقص مرة، والله ولا حول احد، يعني غيرت هي بس ما تحملت اللعبة لسه.
احاول اني اغيرها للبس ثاني عشان يمكن تكون معلقة وترجع للبس الاول بعدين. نورة وامل جو للحين ما فرق بين نورة وامل، يعني اعرفهم بس ما اعرف هذه وش اسمها وهذه وش اسمها، يعني اعرفهم بس شكلا. ايوه كذا طلع اللبس حق ليلى، مرة كيوت احس، مرة لايق عليها. وجو عيالنا، دقيقة مين هذول اللي جو؟ جت بريدجت او كريستن واحدة منهم، والدي جاي سحب على هذا، يعني مش دعوة جايبينك لبيتنا وتسحب علينا. زين هوي. جات تركي يهني امه، وجاء اخوها بعد. مين بعد جاء من الناس الساحبة؟ طبعا بخلي الفوتوغرافر تيجي تصور ليلى عشان لبسها كيوت، وعشان ابغى كذا صور. طبعا بوريكم الصور، بحطها لكم هنا بعد، يمكن احطها في تمبلر اللي وده يشوف. انا دايما انزل الصور اللي نصورها دايما، يعني مو بكل الصور، الصور مهمة انزلها في تمبلر. شادية لابسة هذا الفستان، المفروض انها تلبس المفروض انها تلبس فستان ثاني، بس انها لبست هذا مثلي عادي كيوت. ليلى صغيرة ما تلعب، صغيرة تعرف تركزين ورا، ما عرفتها. مين بعد دانيا؟ في ورا مو تركي، ايش اسمه ولدنا الثاني؟ اخوان والله ترى الوضع مو حلو اني انسى اسماء عيالنا. اتوقع فهد، ايوه فهد. فهد واقف ورا، واخوها بعد. وش بعد؟ كريستين وبريد كيوت مره صورتهم، بس واحده فيهم لابسه مايو، واحده لابسه فيها فستان كذا كيوت، ما ادري وش الوضع. بس طبعا ابي ليلى تجي هنا كذا تحتفل مع نفسها شوي قبل ما نولع نطفي الشمعة وتكبر. نورا امل، نورا واحدة فيهم شو شكلها. الشيء الوحيد اللي ودي اسويه الحين اني اغني لها هامبوفر هامبوفر. ليلى صارت أدلت، لحظة ليلى aged up. إيه طبعا كثير بيقولون ليلى لما صارت عجوز، لا ليلى ترى صارت أدلت توها، توها باقي لها كذا سنة على بال ما تصير. أمزح مو سنة، يعني تدرون أنا من بديت قناتي صرت سنة، يعني تخيلوا السنة الجاية ليلى تصير عجوز. يعني وأنا أتخيل ضاق صدري، يعني ما أدري، لا إن شاء الله بنعجل في السالفة، يعني نبغى الجنريشن الثاني يبدأ. وعندي توقع كبير إن البنت اللي بعدها في الجنريشن الثاني بتكون إن شاء الله هنا. طبعا ما لاحظت إن ما في أحد من عيالها واقف هنا، ولا أحد يهنيها ولا شيء، والله يعني ما أدري ليش إحنا عازمينهم عشان يسحبون عليها ولا وش الوضع. اي صح، قبل ما نوقف اللعبة قفلت الابواب الرئيسية عشان ما حد يطلع من البيت. طبعا الحفلة بتنتهي وشكلي ما راح اجددها. وش بعد صاير؟
طبعا ما يخفى عليكم شكل شادية مرة عجبني اليوم، أحسها كذا أنيق مرة. بعد ما حرمتهم من الطلعة كنت أبغاهم يصورون مع ليلى، بس شوفوا وش سووا، كلهم اتجمعوا هنا وجالسين يسوون إزعاج، يبون يطلعون، شكلي بطردهم والله، ما يستاهلون. يعني كفاية إني عازمتكم الحفلة وكذا وقايلة إن تعالوا، والله ما عندهم سالفة. ما زالت الحفلة مستمرة للصباح، يعني بعضهم جايين بسطن، بعضهم حي ما كبدهم مرة ودهم يطلعون، ما أدري وش سوي معهم، بس شكلي بطلهم. أبغى ليلى تصور، ليلى تصور 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 تصور. طبعا الحين صار وقت تنظيف مخلفات الحفلة. واحدة من القرارات اللي قلناها يمكن كبر زي ما قلت لكم من قبل، انا ودي يكون بيرثدي الصغار بعد بيرثدي الام، فجلال ودي انتو تختارون متى البيرثدي حقها. تبونا نخلص حقتها الاسبيريشن بعدين نسوي، لان خلاص ما بقي شيء بعد ما نخلص الاسبيريشن، او تبون نسوي البيرثدي حقها ونخلي اصغر واحد هو اللي يمسك وضعية الاسبيريشن. وليلى عاد متحمسة، صارت تنظف البيت في ملابس الحفلة، يعني للحين مو مصدقة انها خلاص سوت البيرثدي حقها وكبرت. خلونا نرتب المكان ونرجع كل شيء لمكانه وارجع لكم. طبعا بضبط المكان عشان حفلة الاطفال ما راح ينفع تكون كذا، و يعني أطفال وشو حفلتهم لازم تكون كذا صغيرة مرتبة، فخلاص هذه الأشياء كلها بنشيلها ونرجع البيت زي ما كان. أبغى أناقشكم بسالفة، بما أن نزل التحديث الجديد اللي هو داين أوت، ودكم، مو هو تحديث هو باك، فودكم أني بدل ما نفتح لها بوتيك نفتح لها مطعم، بما أن ليلى مسترة الطبخ ويمديها يعني تصير كذا شيء كويس مرة، فأنتوا شو رأيكم، نشتري مطعم ولا نشتري بوتيك الليلة؟ طبعا كثير منكم يسألني عن بيت ليلى، كثير يبغون يحملون البيت. البيت بكتب لكم الحين اسم اليوزر اللي سواه
واسم البيت، أو بكتبه يمكن في الديسكريبشن، فتبوه له كوبي ودوروه في الجاليري. كمبيوتر خربان الحين، لازم ليلى تقوم تصلحه. صراحة ودي أكرفها شوي وخليها ترسم لنا رسم، بس ما أدري وش وضعها. مدامها هابي الحين فخليها ترسم. ملاحظة في كل حلقة لازم ينط لي الشاحن، كل حلقة لازم ينط لي الشاحن. طبعا الصور الجديدة اللي صورناها ليلى ما أدري وين أحطها، بس مرة ودي أحطها في البيت. في شيء ودي أسوي، ودي أسوي دور زيادة عشان أحط فيها استوديو حق التصوير هذا، بدل ما يكون برا وشكله كذا بشع، وأحط كذا جلسة مو الصغار للتينز والتينيجرز يعني إذا كبروا شوي، ويمكن أحط ما أدري يعني أحط مكان كذا للتينيجرز، وأحط جيم صغير أو أضبط المكان يعني. فأنتوا وش رأيكم؟ وديكم نسوي دور ثالث ولا لا؟ وإذا إيه نحط وشو فيه؟ في قرد هنا جالس يتعلق. أقولكم نقطة عن الريلزم، الرسمة اللي رسمتها اللي نرسمها دائما. إذا رسمتوا رسمة ووقفتوا وجيتوا اليوم الثاني كملتوها، راح يجيكم مبلغ مرة قليل، يمكن 400 أو 300. أما إذا جانا ماستر بيس، والله ما تلعبين ليلى. أسبدا الريلزم إذا كملتوها وكملت يعني كل الرسمة يجيكم 1000 وشوي، فلا تخلون السم أبدا يوقف من الرسمة، لأن لو وقف بيجيكم مبلغ مرة ما يسوى. طبعا هذه الغرفة سويتها للي جو عندنا، بما أنه ما في بيبيز اللي هم الفوتوغرافر والدي جي، بشيلها أتوقع أني بخليها شيء ثاني، بخليها يعني غرفة البيبيز مرة ثانية. طبعا بكرة بخلي ليلى تروح للسبا كي الرسمة بألف وشيء، هذا شيء كويس مرة، إنها 1320 كويس مرة. جالسين نجمع تقريبا المبلغ اللي نحاول نوصل له، وصلنا للخمسة وخمسين، بقينا 5000 تقريبا أو 4100، أقل من 100 أدري، 4039. طبعا بكذا خلاص بخليهم ينامون ونصحى اليوم الثاني. طبعا ما أدري وش عنده سالفة، ما أدري وش سالفة جاي ينام عند الغرفة الجديدة، يعني عندكم أسرة أصلا. الهومورك حلوها ولا ما حلوها؟ اوكي خليهم كلهم حلو الهوموركس، ما حلو هوموركاتهم. ما ادري من وين جبت المصطلح. اوكي اليوم طبعا بيكون اخر يوم، بكمل 4000 الباقية وبنروح للسبا، والباقي عليكم. طبعا لازم تقولوا لي المكان، تبون مطعم ولا تبونها البوتيك. ليلى مرة شكلها تغير لما كبرت، يعني هذا وهي ما صارت عجوز لسه، مش عادي يعني لسه محافظة على شكلها، يعني ما أدري وش جلسة خربط عليكم، بس يعني تغير شكلها شوي، بس اللي لسه يعني كيوت. هلا بالفلوس، أحب لما ما ينظفون صحونهم عشان بس كذا أرميها وأجمع فلوس. طبعا أجمعها مو لنفسي، ليلى يعني. نكمل مرحلة هلا بالفلوس. أتوقع ليلى خلصت رسمة ولا لا لسه ما خلصت، أبغاها تخلصها بسرعة عشان يمدينا نطلع وكذا، بما أن ليلى جلسة تجمع ترسم أنا أجمع. تقلبات المزاج حق ليلى مو طبيعية، قبل شوي هابي بعدين كونفيدنت بعدين فليرتي، و 1000 وكم 300؟ جتنا 500، من وين جت؟ اوكي يمكن
اوكي كذا بقينا تقريبا 2000، بقينا رسمة واحدة تقريبا. اوكي الأخيرة ان شاء الله نوصل 60، لا بقينا على 60,000، مو 1930. خلاص بروح سبا أحسن. أوكي وصلنا للسبا، طبعا هو السبا الوحيد اللي في المدينة حقت ليلى، ما أدري ليه ما نزلت لهم واحد جديد، فيمكن الحين بتشوفون شوي أشياء تعلق، بس يعني ما أدرونا يعني مو بيدي والله، اللعبة معلقة عشان صار ضغط عليها وجلسة ألعبها من زمان، ويعني ضغط ضغط صدق ضغط، فعشان كذا تعلق شوي. أوكي راحوا يغيرون ملابسهم، وليلى المفروض أنها غيرت، ما غيرت ليه؟ ليلى ارجعي. مين في هنا؟ ما في أحد نعرفه. استنى شوي ونعرف كل أحد موجود. أوه كأنها هذه غوث، بيلا غوث. وهناك بانكيك، ما أدري إيش اسمها بانكيك. أوكي ليلى للحين مو راضية، يعني غيرت هي الله يجزاها خير، بس مو راضية تلبسها في اللعبة. مين في هنا من اللي نعرفهم؟ أوه أبو شو اسمها بنت أبو لمع ولا مو زي؟ أوكي كأني أشوف هذيك الدي جي جاية. وشادية بعد معلقة زي ليلى. هناك كأني أشوف ولدنا تركي، لا مو تركي، فادي مو فادي، لا وش فيني، فهد، فهد كني أشوف فهد هناك. داك داك. أميبا. اوكي شادية غيرت لبسها بس ليلى لسه. يا حليلة متحمس جلس في ال في ال اوكي ودي اخليها تاخذ مساج، بس مو في هذه المكان، لا في المكان الثاني. لا في المكان الثاني بروح، ايوه هنا اتوقع بخليها تاخذ مساج. ليلى هذا المكان كويس، ولا هذا، هذا احلى. خليها تاخذ لا ما نبغى فيرتايلتي، أروما ثيرابي يلا. لا ما نبي لانجي لانج. خليها تاخذ لافندر من مو مبينة أشكالهم، بس بختار لانستر. توقع هذيك اللي شعرها احمر، طبعا لانستر هي تصير يعني بينها وبين ابو لما اللي هو زيست، بينهم كذا شيء، فتخيلوا يعني احسها كمية اذلال ان ليلى تجيبها وتقولها تعالي سوي لي مساج. لا يعني ليلى عيب عليك، مو بلي ايش دخل ليلى، ريم عيب عليك. اوه ليلى غيرت ملابسها اخيرا،
طبعا هذه هي اللانستر اللي شعرها احمر. زامبوسكيبا زوبتوب لاف زوبي. اوه الساعة 9 الحين وبتصير 10. تركي جلسي دق ما ادري وش يبغى. خلينا ناخذ مساج ثاني. المساج الثاني بيكون اتوقع فوت فوت ولا هاند مساج. اوكي يلا خليهم يسولفون. اوكي فوت مساج خليهم يسولفون لما يخلصون. ما ادري ليه لابسه ال اوكي بس باقي اخليها تاخذ درينك وتطلع لان الليل طول واتوقع ان خلاص كل الناس طلعت. الساعة صارت 11:50 اتوقع ان 12 بيقفلون. اهم شيء ان بيقفلون يعني الكلمة كبيرة. طبعا خلاص على كذا يعني اتوقع ان ليلى انبسطت. ما يحتاج انها تاخذ باث حتى. وبعدها نرجع البيت ونشوف. اوكي بكذا راح ترجع ليلى البيت وانهي حلقتنا لليوم. اشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية. اليوم الحلقة تنتهي على سواد. وانهي حلقتنا اليوم واشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية. وقولوا لي ايش رايكم في الحلقة اليوم وش ودكم تشوفون الحلقة الجاية. وبس شكرا لكم جميعا.